بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا موضوعنا النهارده بعنوان ادخل الى العمق. الحادثه المشهوره اللي فيها النداء ده من ربنا يسوع لينا موجوده في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الخامس، فهنقراها مع بعض، ناخد عنها كده ايه يعني تأمل صغير، وبعد كده يكون مدخل للموضوع بتاعنا. بيقول ايه؟ بيقول: وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارت. بحيرة جنيسارت هي بحر الجليل، هي بحيرة طبرية. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. من أول عدد 4: ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترته جميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. والمجد لله دائما أبديا. هحط نقط صغيرة بس بسرعة نركز عليها أو نحط تحتها خط في الأحداث الجميلة دي. أول حاجة إن ربنا هو اللي عطينا الإمكانيات، ولكنه بيحب يقول لنا ممكن أستعملها. عايز يعمل معانا صداقة، هو اللي عطينا ويقول لنا طب ممكن تدهاني أستعملها. ده أنت يا رب لما هتستعملها هتباركها، أنت لما هتستعملها ده شرف لينا. ساعات ناس تبخل على ربنا فما تتمتعش بالشرف ده. احنا تعبانين وطول الليل سهرانين، وتاخد المركب تعطلنا عايزين نروح ننام، مش فاضيين دلوقتي. لا، بسهولة قدموا له المركب، ودي كانت بداية علاقة حلوة بين المسيح وبينه. فالشاطر لما ربنا يطلب منه حاجة يقول له: يا رب من يدك وأعطيناك، من يدك وأعطيناك، واللي انت بتطلبه مكسب لينا. انت مش هتاخد حاجة هنخسرها، ده انت لما هتاخد حاجة وتستخدمها هتتبارك، واحنا كسبانين في كل الأحوال، احنا كسبانين. تاني حاجة، في صوت يا يوسف، ده صوتك انت ولا صوتي؟ خلي بقى. تاني حاجة واضحة إنه السيد المسيح مش ممكن يسيب نفسه مديون، مش ممكن يسيب نفسه مديون. هو استعمل حاجتك، معناها مش حاجتك يعني، سواء استعمل حاجتك يقول لك هردها لك أضعاف مضاعفة. أنت تعبت معايا في حاجة هكافئك أضعاف بما لا تتصور. مفيش واحد عطاله من وقته أو من صحته أو من إمكانيات اللي أصلا كلها عطايا من ربنا
إلا وربنا عطله أضعاف مضاعفة. ربنا مش ممكن يسيب نفسه مديون. عشان كده اللي بيشتغل مع ربنا شوية مش ممكن يسيب شغل ربنا ده، يحبه لأنه دايما كسبان. الناس برة فاكرة إن ده لما أخذ يعني ما بيفهمش ومضيع وقته مع ربنا ومضيع شبابه. ضيع إيه؟ ده اللي حاطط نفسه في إيدين ربنا ده أكتر واحد كسبان في الدنيا وأكتر واحد سعيد في الدنيا. يعني ربنا مش ممكن يسيب نفسه مديون، بيدينا أضعاف أضعاف ما نقدمه، زهيد جدا بالنسبة للي ربنا بيدهولنا. فقال له بص خلصنا الوعظة، سمعان قاعد بينام. يعني أنا بتصور المنظر، تعرفين معرفش يعني برضو يمكن أهل اسكندرية ما يعرفوش أبدا، عشان عشت في أماكن في على النيل فاهم الصيادين حياتهم إزاي. الصيادين شغلهم كله بالليل، احنا كنا ساكنين في مكان على النيل مباشرة، قعدنا فيه سنين طويلة. ينزلوا الصيادين من بالليل طول الليل يرموا الشبك ويقعدوا يطبلوا كده أو يخبطوا على المركب طول الليل، بحيث أن السمك لما بيسمع الصوت يتحرك ويدخل في الإيه؟ في الشبك اللي هم حاطينه طول الليل لحد الفجر. احنا يعني طبعا احنا كشباب وقتها كنا صيادين هواة، حب الصيد برضو، فكنا ساعات نأجر مراكب صيد ننزل نصطاد طبعا بالبوس يعني. فكنا نستنى نروح الفجر كده على الساعة 5 أو الساعة 5 ونص والدنيا بتنور، المراكب تكون راجعة ياخدوا السمك هم ويأجروها لنا، نأجرها بثمن زهيد يعني لحد مثلا الساعة 12 الظهر ولا حاجة، نروح أماكن معينة بيها ونروح نصطاد يعني. المهم إنه الليل ده هو بتاع الصيد، يقعدوا يصطادوا فيه. قاموا صبح الفجر ياخدوا السمك يبيعوه، ينزلوه في السوق يبيعوه ويروحوا يرتاحوا، ده اليوم بتاعه. فدي بحيرة بنفس المنظر، مية عذبة وبيصطادوا بنفس الطريقة دي. فالمفروض إن ده وقت النوم. وعظة المسيح ما نعرفش بقى خدت لها كام ساعة، والناس فرحانة تسمع كلمة ربنا وهو عيني بينام، والمسيح خلاص واخد المركب وبعد بيها عن الشط كده زي ما قرينا وبيوعظ الناس، وبطرس مش عارف كان وقتها في المركب ولا قاعد مع الناس. المهم يعني انه ايه ده وقت راحته فمرهق، ومع ذلك المسيح قال له ايه؟ قال له تعالى يا سمعان ابعد الى العمق والقوا شبككم للصيد. وعطاله كتير 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 كتير. طبعا احنا دي هنتكلم فيها في الاخر بقى بس بعد ما نستعرض المعجزة. لكن لو لاحظتوا معايا، انتوا معاكم الاناجيل، لو لاحظتوا معايا الوصف اللي بيوصفه للسمك لكمية السمك، بصوا في عدد 6 امسكوا سمكا كثيرا جدا، وبعدين شبكاتهم صارت تتخرق، وبعدين راحوا جابوا ناس في سفينة أخرى يساعدوهم في حمل وجر الشبك وحمل الحمل الكبير ده، فالسفينتين امتلأوا بسمك كتير، شبك بيتخرق، طلب مساعدة لسفينتين على شبكة واحدة، ملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. شوفوا الكميات كلها حاجات تكشف عمل ربنا شكله ايه، مش حاجة بسيطة مش حاجة تافهة، حاجة فوق الوصف فوق الخيال، لدرجة بصوا سمك كتير شبك بيتخرق السفينتين مش مكفيين امتلأوا واخذوا في الغرق، اغرقوا من كتر السمك. دول اللي ما طلعوش ايه سمكة طول الليل، لو وقت صيد ده الصبح السمك بينزل في القاع بيبعد عن النور الجامد وينزل في القاع، مفيش صيد في النهار خالص. ولذلك احنا حتى واحنا بنصطاد بالبوس كنا نصطاد في اماكن ضحلة ولحد مثلا الساعة 10 الصبح كده 11 خلاص متلاقيش سمك، السمك بيهرب لان اماكن الضحلة دي النور جامد فيها، فالسمك بيهرب للاماكن العميقة اللي نورها هادي او المظلمة، ما يتلاقيش في الاماكن اللي نورها شديد قوي قوي. فالمهم يعني ان بعد الساعه 11 ما تلاقيش سمك الظهر يعني.
فدول نازلين يعني انا اعتقد الوعظة ما خلصتش قبل الساعة 11-12، فيعني نازلين لا وقت سمك ولا مكان فيه سمك، والشبكة في العمق هتجيب ايه ولا ايه؟ الشبكة. نعم، ولا في نفس، ولا في نفس، لا يصطاد ولا يرمي شبكة ولا يلمها، ده ما نامش طول الليل وده معاد نومه، ولكن ربنا عطاله بما يفوق الخيال. النتيجة انه خر تحت رجلين المسيح وقال له ايه؟ شعر بقى. ده احساس جميل جدا، ياريت كلنا يكون ده تفاعلنا لما نلاقي ربنا عطانا بفيض، نقول له يا رب ما نستاهلش، نبتدي نحس ان احنا خطاه وان احنا ما نستاهلش كل ده. انت يا رب بتدينا على اي اساس احنا ما نستاهلش؟ دايما يعني التفاعل الجميل بتاع بطرس ده نفسي يبقى تفاعل كل واحد لما يحس ان ربنا عطاله كتير، يوم يفتكر خطاياه يقول له يا رب بقى انا استاهل كل ده، يقيم نفسه كده ويقول هو انا كنت استاهل ده؟ ده انا مستاهلش، دي بس محبتك يا رب، دي بس نعمتك اللي هي بتدي الضعفاء والخطاة مش لاستحقاقهم لكن بسبب فضلك وغناك وحبك. موقف الأخير في الحادثة اللي أنا نفسي يعني نفهمه كويس قوي ونركز عليه، إنه بطرس واللي معاه جابوا سمك، هقول إيه؟ ثروة، طلعوا بثروة في الموقف ده، طلعوا بثروة صايرين غلابة يومهم بيوم بيوم، لما طلعوش يصطادوا مش هيلاقوا ياكلوا، فجابوا كمية سمك مش هقول تكفيهم شهر اللي كانش فيه تلاجات، صحيح في وسائل لحفظ السمك لكن صعب، هيبيعوه كله. طيب وبعد ما يبيعوه ده يناموا عليه شهرين في البيت، ده يعني حل من الحلول، او يروحوا يشتروا بمركبتين ثلاثة ويوسعوا نشاطهم، أو يجددوا الشبك بدل ما كان مرة قال عنهم إنهم كانوا قاعدين يصلحوا الشبك. لا، ما حصلش حاجة زي كده. طب هما حصل إيه؟ حصل إن هما بعد كل ده لما ربنا عطاهم الخير الكتير ده سابوه. إيه ده بقى؟ تركوا كل شيء وتبعوه. طب نفهمها إزاي دي؟ أتاري ربنا يسوع لما بيوسع علينا ماديا مش بيقول لنا اتشغلوا واغرقوا جوه الامور الماديه اللي انا عثركم؟ لا طبعا ما يقصدش كده خالص. امال يقصد ايه؟ يقصد انه عايز يطمننا في بدايه الرحله معاه، عايز يطمننا لوعده إنه هذه كلها إيه؟ تزاد لكم. فاطلبوا بقى أولا ملكوت الله وإيه؟ وبر. اطمنوا، شايفين أقدر أعمل لكم إيه؟ اوعوا بعد كده تطلبوا ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، اوعوا تتشغلوا بيها. ده أنا عطيتكم مش علشان تتلخموا في الأمور المادية وإدارتها وتنميتها ومشاريعها وأبني مخازن وأقول لنفسي كلي واشربي لك خيرات كثيرة معدة لسنين عديدة. لا لا لا، في ناس يقولون أصلا أنا هاجي إزاي؟ ده أنا دلوقتي مشغول وعندي يعني عقبال ولادك، عندي بيزنس كبير وعندي ناس معايا بيشتغلوا ولازم أتابع كل صغيرة وكبيرة، والحر مر، وانا دلوقتي شغل حر، ولو ما تابعتش كل حاجه كل حاجه ممكن تختل، ومشغول ومش لاحق وما عنديش وقت. طب هو ربنا فتح عليك عشان تغرق جوه الامور الماديه دي؟ الاباء الرسل فهموا ان ربنا عطاهم كده علشان يقول لهم شايفين هذه كلها تزاد لكم، قالوا خلاص يا رب تركنا كل شيء وتابعناك، ومن الآن سنطلب أولا ملكوت الله وبره، هنعيش ليك، هنتبعك، هنخدمك، مدام أنت عايز ترقينا بدل ما نصطاد سمك نصطاد الناس، ده شرف لينا يا رب، ما نستاهلوش، ده احنا شوية ناس غلابة.
فده شرف لينا مدام انت عايز ترقينا نمشي معاك ونترقى معاك. فربنا لما بيدينا أمور مادية مش معنى كده أنه هو عايزنا نتلخم فيها ولا نضيع عمرنا فيها، لكن عايز يقول لنا فهمتوا بقى قد إيه أنا ممكن أديكم. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وما تشيلوش هم الأمور المادية. أنا مش بقول لكم ما تنتبهوش ليها، هتنتبهوا وتجتهدوا كل واحد بحسب الوزن اللي خدها، لكن محدش يضيع فيها عمره ولا وقته. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد إيه لكم. دايما ربنا في البدايات معانا يحب يورينا كده، فيدينا بفيض، يدينا سلام، يدينا تعزية، خلناش محرومين من حاجة، ويدينا كده علشان يقول لنا مش عايزكم تتشغلوا بحاجة، أنا عايزكم تتشغلوا بيا بالملكوت، بأن أنا دايما أبقى بنمو بروحي جواكم، وبتنمو في المحبة، أنتوا بتنمو في المحبة معايا. الآباء الرسل فهموا الرسالة صح، عشان كده تركوا كل شيء وتابعوه. مع أن زي ما بقول لكم لو تخيلتوا نفسكم في وضع الصياد الغلبان اللي بيجيب قوت يومه، أنه لقى ثروة كنز، المفروض أنه هو ما كانش يشوف المسيح بعد ما شاف السمك، يبتدي بقى يخطط ويشيل ويبتدي يوزع إزاي، يبتدي يبيع فين ويطلع بالأسواق بره ويوسع شغله. لا لا لا، هو انتبه صح، ما ركزش على العطية لكن ركز على الإيد اللي عطته، وقال راح مسك في الإيد دي وقال الإيد دي هي سر الغنى، فأنا همسك فيها. أنا مش همسك في الغنى، أنا همسك في الإيد اللي بتدي، وأنا واثق إن هي لازم هتديني، مش هتسيبني محتاج. دي كده المعجزة بسرعة. هنركز على الكلمة اللي هي ادخل إلى العمق، أو زي ما هنا النص بيقولوا ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. نفسي أفكر معاكم في ثلاث حاجات: عوائق بتعقنا في الطريق إلى العمق، مجالات للعمق، وبركات في بركات الدخول إلى العمق. أول حاجة، أديكم شايفين العمق فيه خير كتير إزاي، بس في عوائق، في عوائق ممكن تعوقنا ان احنا ندخل العمق. انا يعني افكر كده ان في على الاقل اربع عوائق رئيسية. اول عائق الاستسهال، الانسان ميال اكتر للسهل، مفيهوش تعب، لسه هندخل العمق يا عم خلصنا، لازم الواحد يقعد ويقرا ويسمع ويقف بالمدة الطويلة يصلي، يعني عايزين نخلص. الاستسهال، في ناس كده عايزين الحاجة السهلة، السهل مفهوش خير، مفهوش البركة، احنا محتاجين نتعب شوية. اللي بيزرع بالدموع هو ده اللي هيحصد بالابتهاج، لكن اللي بيزرع كده بيستسهل ورامي حبيتين هنا مش هيطلع له كتير، هيطلع له حاجة ما تكفيهوش ويندم. مش عايزين نبقى بنستسهل، ناخده مبدأ في حياتنا. احنا كشباب ما تدورش على الحلول السهلة، ممكن نلاقي حل سهل، احنا مش هنعقد الدنيا، اوكي هنستخدمه، لكن مش كل حاجة ندور على حل سهل، احيانا بيبقى حل خاطئ. مش كل حاجة عايزين نوصل بسرعة تاخد السلم من اوله. في ناس من اللي بيستسهلوا دول الشيطان بيغريهم مثلا بسرقة، يقولك بسهولة هتعرف تطلع فلوس بدل ما تتعب، تتعب ومرتبات أي كلام، فيستسهل يزور أرقام، يلخبط، يعمل أي حاجة غلط. لا، خلينا نتعب ندخل للعمق وما نستسهلش، نشوف السكة الصح نمشي فيها حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت ضيقة، حتى لو كانت أوفر بالنسبة لنا ربنا معنا فيها. هو المسيح قال له ادخل إلى العمق وسابه مشي، يا جماعة دخل معاه، قال له ابعد إلى العمق وهو في السفينة ودخل معاه، شو شاركنا هيدخل معاه. هتقول لي الموضوع ده صعب، بس انت مش تمشي فيه لوحدك،
هتدخل معاك المسيح. ما تقولش ده صعب هو هيسيبك لوحدك، مش هيسيبك. ما تستسهلش، طريق الواسع ما بيوصلش، طريق الضيق القرب والباب الضيق ده، ده فيه خير، ده فيه بيوصل لحياه ابديه. الاستسهال خطر، مش كل حاجه نستسهل. ساعات واحد يستسهل في الكلام، الموقف يقفله كده، يخلصه الكذبه، يقول لك اصل انا يعني قلت بدل ما اقعد رحت قايل كلمه كده هي مش صح، لكن يعني خلصت. لا ما خلصتش، هتدفع ثمنها. ما تستسهلش، اختار كلمات بعناية، ما فيهاش كلمة زيادة، ما فيهاش كلمة مش حقيقية. ابذل شوية مجهود في التفكير علشان تطلع الكلمة في محلها. ربنا ما عطاكش كلمة اسكت. الاستسهال خطر، خلي الناس تقع بالكلام أو بالتصرف، وما تخليش الإنسان يدخل للعمق ولا ينحت كده كلمة سليمة في محلها. ساعات بيبقى فيه صعوبة إن الواحد في موقف هيخرج منه إزاي. ما تقولش لا أنا أخرج بأسهل حاجة، أسهل حاجة إن أنا أكذب. لا، أسهل حاجة إن أنا أقول كلمة كده وخلاص، أصلي وأفكر. والدخول للعمق هيخليك تنجح في الموقف وتاخد خبرة وتزداد بيها معرفتك وثقتك في ربنا. الاستسهال خطر. تاني حاجة من العوائق عدم الصبر. عدم الصبر خلي الإنسان يتسرع، والتسرع يؤدي إلى السطحية. سطحية، عايزين نخلص بسرعة، ما عنديش صبر ان انا لسه هعمل ده مشوار. ايوه معلش، المشوار ده هو اللي هيوصلك، غيره مش هيوصلك. التسرع هيخليك دايما سطحي، دايما مش هتفهم الناس كويس، مش هتفهم الحياه كويس. التسرع هيخليك يعني سامحني في الكلمه يعني يوصلنا لشيء من التفاهه. احنا ناس سطحيين، كل حاجة عندها عند الناس قضايا مسطحة، لا عنده استعداد يفهم ولا يسمع تحليل لموقف أو لوضع، ولا عنده استعداد يفهم ياخد رؤية أوسع من رؤيته. هو سطحي، رؤيته ضيقة وفهمه على قده، وفاكر أن الموضوع يختصر في كلمة. هو اللي يختصر في كلمة، ما يختصرش. وانت لما تدخل للعمق هتعرف ان في ابعاد كتيره مهمه كان لازم تعرفها، بس انت عشان التسرع عشان عدم الصبر ما تعلمتهاش، ما فهمتهاش. تمشي بقى حياتك مش ماشيه مظبوط، بتتخبط، لان التسرع ادى الى السطحيه. لازم يكون عندنا صبر، صبر واحنا بندرس حاجه، واحنا بنتفهم، واحنا بنسمع لحد وبننصت. صبر في الحياة الروحية مهم جدا. احنا بنقعد نقرأ الإنجيل ونقعد نفكر ونصلي، الآية دي يا رب عايز تقول لنا ايه يا رب، وآدي تقريبا انا قريت حاجة شبيهة بيها في العهد القديم، واقعد انبش وادور واصبر، اترقب الرب، اصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، وادخل للعمق معاه. لكن التسرع مش فاضي، هقرا حته كده وخلاص. ايه هتستفاد من الحته اللي هتقعد تقول هقراها وخلاص دي؟ الانجيل ما يتقراش كده، والصلاه ما تبقاش كده، والقداس ما يبقاش كده. عشان كده مش كل الناس بتستفاد من القداس زي بعضها، ولا بتستفاد من الانجيل زي بعضها، ولا بتستفاد من المزامير بتاعت الاجبيه زي بعضها. في ناس بتدخل للعمق، وفي ناس ما عندهاش صبر. مرة من المرات كان أحد الآباء تكلمنا عن الصلاة زمان، كان ده أكثر من ربع قرن، وبعدين قال لنا زي تدريب كده، يعني قال لنا دايما أول ربع ساعة في الصلاة بيبقى الذهن الشيطان عمال يشوشر عليه، بعديها الإنسان بيدخل للعمق ويتمتع بالصلاة.
ففي واحد يعني من اللي هم ايه بيحبوا ما عندهمش صبر وبيحبوا الاستسهال, قالوا اول واحد هيقف قد ايه اصلا علشان يقول لي اول ربع ساعه هتبقى فيها طياره, احنا عايزين نخلص. فمش هتاخد, انت مش هتدخل للعمق, لكن هتقف باخلاص وبامانه وتجتهد في التركيز بقدر طاقتك, هتلاقي ربنا عطالك. ولو في الآخر بطرس في الآخر خالص فضل قاعد مستحمل وبيقاوم النوم والمسيح بيوعظ مدة, وفي الآخر خد يعقوب فضل يجاهد طول الليل وفي الآخر خد, ربنا نظر لجهاده ده وحصد في الآخر البركة. لكن واحد عم خلينا نخلص مش هياخد. فدي نمرة اتنين, الاستسهال يعوق الدخول للعمق, التسرع وعدم الصبر يقود للسطحية ويعوق الدخول للعمق. تالت حاجة الكسل ومحبة الراحة. طب مش دلوقتي, طب بعدين. يجي بطرس يقول للمسيح طب بص بقى معلش خلينا في وقت تاني, فتعالى معنا بالليل يعني ايه واحنا نازلين نصطاد, أصلا دلوقتي تعبان لازم أريح شوية عشان لسه هنزل تاني. بعدين الكسل, كسل خطر جدا يخلي الإنسان ما يدخلش للعمق أبدا, ما يغوطش في علاقته بربنا. كسلان حتة كده وخلاص, حاجة على الماشي, اجتماع على الماشي, كل حاجة عنده على الماشي. طب وبعدين مش هتلاقي فيه ثمر, ده الثمر مش موجود غير في العمق, والخير مش موجود غير لما ندخل للميل التاني. الميل الاولاني اللي هو ايه, المسيح خد المركب وقعد يوعظ من عليها, عطله ابره لا ما عطلوش, فايه بطرس استحملها. طب راح قرص عليه شويه الميل التاني, قال له ادخل للعمق والقوا شبككم للصيد. ده احنا ما صدقنا لميناه, ده لم الشبك ده على فكره مش حاجه اي كلام, الشبك لو اتكعبل باظ, بيتلم بطريقه معينه ويترتب بطريقه معينه فوق بعضه. تعرفين الشبك قد ايه خيوط ورفيعه, بيبقى فيه رصاص من ناحيه وفي فل من ناحيه تانيه, ولازم يتنسق كده وهو بيتلم لنظام. بعد ما لميناه نرجع تاني نفرده, برضو الفرد له نظام ما ينفعش يتحط بشكل يتكعب, ده ميل تاني, ده الخير كله في الميل التاني. هتصمد مع المسيح للميل التاني, تاخد ها الكسلان ما بيستحملش اصلا الميل الاول, تعبان مش عايز. ما الكسل ده سبب يعني سبب فقر ولاد ربنا. لو في حد فقير روحيا عشان كسلان, مش عشان ربنا بخيل عليه, عشان هو كسلان. النعمة قدامه, أجبيته قدامه, أنجيله معاه, والكنيسة مفتوحة له, والدنيا خير كله موجود, بس هو كسلان وكل حاجة عايزة عن ماشي, يقف كده أرانا اللازم وباي باي عامل على الباب. ينفع؟ لازم يدخل للعمق, لازم يدخل للعمق ويجي مبكر عشان يعرف ياخد, والقداس يدخل فيه للعمق يوم يعرف ياخد, بيشبع بربنا وفعلا بيستفاد بعد كده من التناول. لكن واحد كسلان بقى, انا باجي على ساعة الانجيل, هاي الشباب جيت متأخر شوية النهاردة, ياخد ايه مدام ما دخلش للعمق؟ ياخدش. فالكسل ده عدونا, ها حبة الراحة والكسل ده عدونا, عدو ولاد ربنا الوعيين وعدو الدخول الى العمق. برضو الحاجات الخطيرة اللي هي تبقى برضو عائق للدخول للعمق في الطريق الى العمق, عدم الإيمان أو ضعف الإيمان, بلاش أقول عدم الإيمان, ضعف الإيمان. ضعف الإيمان بأنه في العمق خير كتير بينتظرنا,
هو بطرس لما قال لما السيد المسيح قال له ابعد العمق والقوا شبككم للصيد، كان يعرف ايه اللي هيحصل؟ ما يعرفش في ايه في العمق. هو بالفهم كده فاهم ان ده مش معاد صيد والعمق ما فيهوش سمك. طب ربنا اللي بيقول لك ها، لو هو ضعيف الايمان يقول له معلش دي بدي العيش الخباز دي انا بفهم فيها، كلام اللي انت كنت توعظ بيه ده كلامك انت تفهم فيه، انا ما بفهمش فيه كتير، لكن شغل الصيد ده شغل انا اللي بفهم فيه. لا، كان عنده ايمان، قال له خلاص يا رب على كلمتك القي الشبك، على كلمتك. هو ده الايمان، الايمان ان انا امشي على كلمه ربنا، زي ما يقول لي امشي، زي ما يقول لي اتحرك، زي ما يقول لي اعمل. فضعف الايمان يخلي الانسان مش واخد باله ان العمق ده له خير كتير فيه، هيلاقي فيه خير كتير، ولو فضل في السطحيه مش هيلاقي حاجه. طب الخير ده باين؟ لا مش باين. ما هنا الايمان، والايمان ايه؟ الثقه بما يرجى والايقان بامور ايه لا ترى. ها المسيح بيقول لك كده، عندك ايمان ان الكلام المسيح ده فيه خير وبركه وغنى ليك. طب انت شايفهم دلوقتي؟ لا مش شايفهم، بس انا همشي على كلامه، لما امشي على كلامه هاخدهم. ودينا شفنا نموذج، وده نموذج لكل واحد يمشي ورا كلام ربنا بالايمان، يتغني قد ايه ويفرح قد ايه. دي بركات الدخول للعمق، غنى وشبع وامتلاء واختبار حلو لعمل ربنا وحب ربنا وسخاء ربنا اللي بيدهوله، ودي تخليه يمسك في ربنا اكتر ويثبت في الطريق بتاع ربنا اكتر. يبقى ده دي العوائق ودي البركات بتاعت الدخول للعمق. العوائق واحنا قلنا الاستسهال والتسرع وعدم الصبر والكسل ومحبة الراحة وضعف الإيمان، لكن العلاج لكل ده ان انا امشي حسب كلام المسيح، على كلمتك اسير، على كلمتك القي الشبك. بهذا الإيمان أدخل معاه للعمق، حتى لو أنا مش شايف هاخد إيه، لكن أول ما بدخل باخد. أنا يمكن مش شايف لو دخلت للعمق في الإنجيل هاخد إيه، دي الكتاب مقفول قدامي. طب أدخل للعمق كده وأقعد إدي ساعة واتنين تقرأ وتتأمل وتفكر. بس الكلام ده أنا قلته لك في 10 ثواني، لكن أنت هتنفذه في ساعة أو اتنين. تقول لي أنا لسه مش شايف حاجة دلوقتي، بس لو دخلت للعمق بالإيمان هتتغني أكتر من اللي شافه بطرس، هتتغني وهتفرح وهتشبع. ندخل للعمق. المجالات بقى أنا مش أنتوا عارفين في الحياة الروحية المجالات بتاعت الدخول للعمق، احنا عايزين ندخل للعمق في الصلاة، سواء في المخدع أو في الليتورجيات بتاعت الكنيسة، القداس، التسبحة، الجو، الأعياد والمناسبات بتاعت الكنيسة، دخول للعمق، للعمق سواء صلاة الأجبية في البيت أو في الليتورجيات، دخول للعمق في الكتاب المقدس، دخول للعمق فيه في الدراسة، في التأمل، في الفهم، أطلع كده جدد وعتقاء وأطلع من كنوز الكتاب المقدس وأشبع وأتملي من الحكمة ومن الفرح ومن السلام ومن محبة ربنا. مجال مهم جدا. أيضا في مجالات تانية بقى في الشركة مع ربنا أدخل فيها للعمق، زي مثلا الخدمة أدخل فيها للعمق، إذا كانت خدمة منظمة في الكنيسة أو إذا كانت ناس ربنا بيبعتها لي في سكتي، أحبهم، أخدمهم، أساعدهم، أهتم بيهم، أشجعهم في طريق ربنا. مش لازم يعني خدمة رسمية أكون خادم رسمي في مكان، لكن خدمة أدخل فيها للعمق، أدخل فيها للميل الثاني، أقدم فيها الحب والصبر والصلاة والاحتمال وتقديم المحبة بكافة الصور. فإحنا عايزين نبقى ندخل للعمق في بعد الفكر، بعد العمل
والإيمان العملي، أن أنا أبقى عملي في أن أنا بهتم وبساعد وبخدم، أشارك بشكل فعلي عميق مع الناس، ما بقاش يعني مجرد سطحي كده في علاقتي بيهم. مجالات الدخول للعمق مع ربنا تغني الإنسان فيبقى كمان مؤثر في محيط اللي حواليه. وإذا كان الإنسان سطحي في حياته مع ربنا، هيبقى في المجال اللي هو عايش فيه هيبقى برضو يعني وجوده وجود تافه وغير مؤثر. دخول للعمق بيعطي للإنسان يعني غنى ووزن، ويغني شخصيته ويخليه يتمتع بعمل ربنا في حياته اللي بيديله قيمة في حياته في وسط المجتمع اللي هو عايش فيه. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. إذا كان حد عنده تعليق أو سؤال تفضل. قضية الصبر، الصبر في الحديث أو في الاستماع. ازاي يعني كثيرا ما بيضع في موقف مناقشة حوار، ولكن ازاي تكون يعني عايزة تمرين يا فاتي، تمرين على الانصات، تمرين ان انا اسمع اللي قدامي للاخر ما اقطعوش، واسمع وانا اعطيله اهتمام، paying attention يعني اعطيله اهتمام واديله فرصته انه يتكلم ويطرح وجهة نظره، اشجعه انه يطرح وجهة نظره، وبعدين ابتدي اناقشه فيها لو هي محتاجة مناقشة او انا بختلف معاه فيها، واحترم وجهة نظره. بس هي عايزة تمرين ان احنا ننصت لبعض، دي بتفيدنا. انا لما اقعد انصت لحد استفاد، غير لما اخد الامور بسطحية، خلص خلص ممكن ما افهمش، افهمه غلط ودينه اوقفش معاه. نعم. القعدة الفردية مع نفسه مع ربنا مهمة جدا طبعا. طبعا 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 بتدي للإنسان عمق مع ربنا، جذور عميقة، جذور عميقة طبعا بتفرق، بتدي له سلام وراحة نفسية. بالنسبة لموضوع الشباك، شباك الصيادين، طبعا المسيح كان عارف ان هو هيطلب منهم بعد ما يخلص كلامه يلقي الشباك، هما غسلوه، غسلوا الشباك. طبعا سفينة من غير شباك، سفينة سير يعني من غير شباك في الوقت ده ملهاش قيمة. فالسفينة دي طبعا احنا بنقول عليها يعني برمز الحياة، الإنسان، الإنسان وجوه، هما غسلوه. ليه ما طلبش منهم المسيح إن هما ما يغسلوهاش؟ يعني طبعا هو هيطلب منهم تاني يعني يقوم. الشبك ده متهيألي إن هو المشاعر والحاجات الداخلية الإنسان بيستخدمها في علاقته يعني بالآخرين اللي حواليه، أو الإمكانيات اللي بتخليه يتصل بالعالم الخارجي، ومنها طبعا ربنا، بيتصل بربنا. فالمسيح سابه يغسلوا الشبكة، هو صحيح هيطلب منهم ينزلوا تاني الشبكة، لكن في فرق بين المرتين. المرة الأولانية الشبك ده نزل في المية ما صارش شيء، او بمعنى اصح ما صارش شيء له قيمه. لكن لما المسيح في المره الثانيه قال له كان الشبك مغسول، اصطاد سمك كتير، فكانه هنا بيشير ان لو لما احنا بنعتمد على زواجنا او يعني امكانياتنا الشخصيه، اي شيء ما بيبقاش له قيمه حتى لو اصطاد. لكن لما نعتمد على ربنا هو اللي يدينا نعمة، إحنا بنستخدم إمكانياتنا وحواسنا بتاعتنا،
فده بيدينا امكانيات حلوه جدا وخير كتير جدا. برضه هنا في حاجه ثانيه، بس هو تعليق صغير يعني على النقطة دي، هو الشبك دايما هما بشكل تلقائي كنظام عمل بيغسلوا يوميا، يعني بعد ما بيطلع وبعد ما يسلكوا منه السمك بيغسلوا، وغالبا ما بيغسلوا فوق المركب نفسها مش بره، يعني هو الشبك ما بيسيبش المركب خالص، الشبك بيتغسل على المركب، بيبقى المية من على من بره كده وبتنزل وبيتغسل وبيترتب على المركب يعني. وطبيعي ان هما عشان ما يعملش ريحه وحشه، يعني ده النظام الصيادين كده، عشان ما يعملش ريحه وحشه وعلشان يبقى نظيف ومرتب ومفيش حاجه فيه تعمل تاكل لل، بس هما هنا المعجزه ما صابوش حاجه، ما هما كانوا رموه كان نظيف برضه قبلها، كانوا غسلينه الليله اللي قبلها. بس الفكرة انك انت بتقول يعني ان الانسان لما يغسل ويجهز نفسه ويهيئ نفسه وبعدين كلام المسيح هو اللي يقوده يجيب ثمر حلو كويس قوي. الحاجة التانية سفينتين هي كانت في الاول سفينة واحدة، لما بعتوا للتانية الحقونا، انا بيتهيأ لي انه كان المسيح في سفينة واحدة ودخل العمق بسفينة واحدة، ولما كانت هتغرق جوه نادوا من على البر ليوحنا ويعقوب الحقونا، فجه الامداد من البر بالسفينة التانية عشان تساعد، السفينتين اتملوا ومش عارفين يطلعوا بالسمك وكده يغرقان. لما ربنا بيبدأ الإنسان بالدماء كأن هنا الكلام اللي هو الوحي الإلهي في الإنجيل لوقا بيقول إن الإنسان مش مجرد بس إن هو يكمل وخلاص، لا ده هو يكمل ويملى غيره. كويس قوي، يكمل ويملى غيره، جميل. عشان كده هو ذكر في الأول سفينتين وقال إن هو المسيح ابتلى بواحد بس، يعني ممكن المسيح في أي عمل يبتدي بواحد، يبتدي بواحد. هما كانوا في سفينتين وقفتين فعلا، طيب لا ملا واحده والثانيه والاولانيه جابت الثانيه، ما فيش مجال للعمل الفردي، المسيح كمان كان اصلا تلاميذه اثنين اثنين، فكانه بيقول ان انا ما خلقتش يعني حابب يكونوا في محبه في اثنينات اثنينات. وبعدين برضه في المعجزه برضه لما قال في البدايه قال له ابعد قليلا عن البر، يبعد عن البر، وكان المسيح عشان يدخل حياته في حياتنا ونقدر نسمعه لازم نحتاج قليلا على العالم عشان يعني جميل. ده تأمل في المعجزة نفسها، ابعد قليلا عن البر، يعني لازم انفرد بالمسيح بعيد عن العالم وعن الدهشة. جميل، شكرا على التأملات الجميلة. حد له تأمل او تعليق او سؤال؟ مين في اسئله في تنبيهات؟ نصلي، تفضلوا نصلي. امسك يدي وقودني كما تشاء لساعة لأنه
من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي ارتضيت أنك تختار يا ربي أنيتنا الضعيفة لكي تسكن فيها ولكي تقودها ولكي تستخدمها يا رب علشان تعلن منها كلمتك وعلشان يا ربي تغنيها وتملاها بكل نعمة وكل بركة. نشكرك يا رب لأنك اخترتنا، إحنا الآنية الخزفية، إحنا المراكب الفقيرة اللي هي مش لاقية أي خير في العالم، لكي تسكن فيها وتملأها بفيض نعمتك، تملأها بعملك وتملأها ببركتك يا رب يسوع المسيح. نحن وربي لا نطلب أن تخرج من سفينتنا أبدا، نحن نطلب رب أن تقودنا حتى إلى العمق، حتى لو طلبت مننا ندخل للميل الثاني، حتى يا ربي لو طلبت مننا أمور يمكن مش مفهومة بالنسبة لنا وفيها صعوبة علينا، ادينا القوة يا رب ان احنا نطيع كلماتك ونمشي حسب يا ربي صوتك وحسب توجيهك لينا. واسقينا يا رب بإيمان ان انت يا ربي تعرف ما هو الصالح لينا، ونصيب عظيم ينتظرنا في العمق وخير كبير ينتظرنا. باركنا يا ربي بكل بركة روحية، ثبتنا فيك، افتح لنا الطريق لندخل إلى العمق معك، ولا نستسهل الأمور أبدا بل ندخل معك. واسقيني يا رب من محبتك وقيادتك لينا وشركتك معنا التي لا تنقطع. باركنا بكل بركة روحية، بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزما مريم مرقس، بركة كل مصافي الملائكة والقديسين. استجبنا عندما نقول الشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ملك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة معطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. في لقمة بركة للي يحب، وهنصلي دلوقتي مع بعض صلاة نص الليل، ممكن ناخد بركة.